أفضل طريقة في تثبيت الحفظ؟ سألت عنها يعني جمع كثير من مشايخنا الذين أكرم الله سبحانه وتعالى بالقراءة عليهم، ووجدت أن علماءنا الكبار يعني أمثال الشيخ إبراهيم الأخضر، شيخ قراء المدينة، والشيخ محمد أحمد، الشيخ محمد تميم الزعبي، وأيضا كذلك الشيخ بكر الطربيشي رحمه الله، والشيخ عبد الرافع رضوان أيضا حفظه الله. يعني نسأل كثيرا، لكن عندما نصل إلى أولئك الكبار الذين أفنوا 60-70 سنة وهم يقرؤون القرآن ويعلمون القرآن، وحياتهم كلها قد صرفوها في تعليم القرآن، عندما نسألهم مثل هذا السؤال يقولون، يعني نجد أنهم يتفقون في أن أفضل وسيلة لتثبيت القرآن هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، تعاهدوا القرآن فقط. يعني نذهب ونلف وندور، في الأخير نرجع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، تعاهدوا القرآن، أن يكون لك قدر من القرآن يومي ولو قل، خير العمل أدومه وإن قل. يعني أن يكون لك قدر يومي مثل الأكل ومثل الشرب، لا تستطيع أن تستغني عنه ولو قل، ومع الزمن سيزداد، مع الزمن سيزداد. إذا كان لك قدر يومي من القرآن فإنك ستضبط القرآن لا محالة، حتى تصل إلى مرحلة من المراحل يكرمك الله سبحانه وتعالى. وادعو الله، ادعو الله ليلا نهار وانت في سجودك، اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، اللهم عني على نفسي، لأن القرآن أهل القرآن هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فالله يصطفي لهذه الأهلية من يشاء من عباده. أنت يجب أن يرى الله في قلبك الانكسار أنك تريد أن تكون أهل القرآن، أن تكون منكسر لله سبحانه وتعالى أن يكرمك لضبط القرآن. إذا عشت بهذه الطريقة وكان لك مقدار، فإنك ستوفق بإذن الله ولو بعد حين لضبط القرآن وتثبيت القرآن، وتفتح لك الطرق ويلهمك الله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق والسداد في مثل هذا الطريق. فتعاهدوا القرآن.